لمعرفة المزيد عن مبادرة الأزهر الخاصة بخفض تكاليف الزواج، نرحب عبر تطبيق زوم بضيفنا الدكتورة محمد سيد وردائي، مدير المركز الإعلامي في مجمع البحوث الإسلامية. مساك الله بالخير دكتور. أهلا بحضرتك والمشاهد الكريم. حياك الله يا دكتور. طبعا نحن نتكلم عن موضوع هام جدا، يعني في دولة الإمارات كانت هناك العديد من المبادرات في شأن الزواج، وكان هناك الزواج الجماعي اللي تلف إلى وصل إلى حتى 100 شخص يعني في حفلة زواج واحدة. أيضا كان هناك ترشيد في عملية المأكولات والأطعمة كمبادرة باحتوائها بأشياء بأشياء بسيطة. فماذا تحمل هذه المبادرة للشباب المقبلين على الزواج في الجمهورية الجديدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني أقول لحضرتك أن مبادرة لتسكنوا إليها هي مبادرة أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، هو أحد أهم القطاعات البحثية بالأزهر الشريف التي تعنى بقضية الوعي المجتمعي. نعم. وإحنا عندنا الوعي المجتمعي مسألة مهمة جدا، لأن المجتمع في دول كثيرة جدا بيعاني من إشكاليات وبيحتاج نوع من العناية ونوع من الرقابة ونوع من المتابعة ونوع من الوقوف على مشكلاته وإيجاد حلول مناسبة لها من زوايا مختلفة، ليس فقط من ناحية المعالجات الدينية، لأن معالجات دينية واجتماعية واقتصادية وما إلى ذلك ونفسية حتى. فإحنا في مجمع البحوث الإسلامية دائما بنرصد واقع الناس والمشكلات التي يعانون منها، خاصة على أرض الواقع مباشرة، لأن احنا عندنا وعاظ وواعظات ينتشرون في مختلف محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، دائما بيشتركوا مع الناس ويناقشوهم في كثير من القضايا الحياتية التي تمس اهتمامهم بشكل مباشر. وبالتالي هم بيدركوا جيدا ما يدور بداخلهم وما يدور في أذهانهم، وبيلمسوا العادات والتقاليد اللي اعتاد الناس عليها في مناطق مختلفة واللي بتختلف من منطقة لمنطقة ومحافظة لمحافظة. وبالتالي عندنا رصد لكل ظاهر اللي بتظهر في المجتمع، ويمكن قضية المغالاة في تكاليف الزواج هي قضية أنا يعني شايفها ليست بالحديثة، ولكنها لم تكن تتحول بهذا الشكل، يعني كانت موجودة في بعض المناطق ومناطق أخرى لا، الأمور فيها نوع من الالتزام شوية والتخفيف على أعباء الأسر في قضية الزواج، ولكن لما الموضوع بدأ ينتظر ويظهر بشكل كبير وواسع ويتحول إلى سلوك ما بين الناس وتقليد مستمر، بحيث أنه هو اللي ما يعملش كده أصلا يلام من البعض، وبالتالي كان لابد من إطلاق مبادرة. هذه المبادرة أطلقت من المجمع يوم الأحد الماضي، وطبعا وجه من خلالها نداء لكل المؤثرين والفاعلين في المجتمع، سواء كانوا مثقفين سواء كانوا فنانين سواء كانوا قادة رأي قادة دينيين مؤسسات الدينية المختلفة في مصر، إن هم يدعموا هذه المبادرة، وإن احنا نتحرك بشكل عاجل بين الناس، نلتقي الأسر، نلتقي العائلات، نتناقش معهم في هذه القضية، في قضية التخلي عن هذه السلوكيات اللي احنا بنعتبرها ليست سلوكيات إيجابية، لأنها بتؤخر أو بتؤرق المجتمع وتؤرق كثير من الشباب، أنهم لا يستطيعون الإقبال على قضية الزواج، لأن الزواج بقى موضوع مكلف جدا بالنسبة لهم. صح كمان دكتور، من نقاط التكلفة عبير، صحيح؟ يعني بعد دكتور، يعني نحن شفنا المبادرة ضمنت عبد الله يعني نقطة إنها حددت مراسم الخطوبة، وأنا أشوف إنه يعني مراسم الخطوبة هي حفلة بسيطة تكون، معقولة إن حفلات الخطوبة بعد هي مكلفة؟ هو للأسف طبعا ظهرت في بعض الأماكن، ويمكن أماكن كثيرة جدا، إن الناس لما بتيجي تعمل موضوع الخطوبة بيعملوا إقامة كأنه عرس كامل، وبيدعوا ناس كثيرة جدا ليه، وبيبقى في بزق في المصاريف وفي الهدايا وفي العزومات. فطبعا قلنا يا جماعة إن احنا مرحلة الخطوبة دي كمرحلة أولية في الجواز، احنا لسه في فترة تقييمية، فترة تجريبية، انا لسه داخل على ناس قد يكون انا ما اعرفهمش من قبل كده،
ناس جديدة بالنسبة لي لسه فهموا ويفهموني لسه مش عارفين فكر بعضنا بالنسبة لي هنتفاهم مش هنتفاهم فإحنا لسه بنتعرف على بعض فخلوا المرحلة مرحلة التعريف كل طرف للآخر دي فيها نوع من البساطة كده لحد ما نكتشف هل هنكمل التجربة ونفوتها مع بعض ولا هنصرف ببزخ وفي الآخر ما تتمش التجربة ويبقى إحنا خسرنا مصاريف بلا داعي وبالتالي قلنا إن إحنا لازم يا جماعة خلوا مراسم الخطوبة تبقى حاجة بسيطة خلوا هناك جلسات نقاشية بين الطرفين للزواج الخاطب والمخطوبة بحيث إن هم يتكلموا مع بعض أكتر يشوفوا إن هم هيقدروا يديروا شؤون أسرتهم في الفترة الجاية بعد عقد القران ولا مش هيقدروا يتفاهموا ويتلاقوا عند نقطة مشتركة وبالتالي يبقى من باب أولى إن إحنا ما نكملش لأن إحنا مش قادرين في فترة وجيزة جدا نلتقي مع بعض أكيد أيضا دكتور. قلنا في المرحلة هاي انت تتكلم الان على المراحل اللي هي مثلا في اللي هي المكثفه في عمليه التاهيل الاسري يمكن التاهيل الاسري بناخذه على سؤالين محددين في الو نقول وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم موده ورحمه هنا الموده والرحمه وايضا ياتي القول بعمليه السعه فلينفق ذو سعه من سعته ولكن في مصر نحن نعلم بان هناك التزام على ابو العروسه بان له يعني التزامات خاصه وترهقه بشكل كبير وهناك نعم في التجهيز وهناك التزامات على العريس نفسه بأن عليه تطبيق أو تجهيز أشياء معينة ودفع مبالغ معينة وإحضار الذهب وغيره وغيره فهل في التأهيل الأسري تطرقتم بأنك ستفقد هذه المودة والرحمة من خلال هذا الثقل المادي والعبء المادي والذي يأتي عامة بخلافات بين العائلتين قبل أن يعني تبدأ المسيرة وأيضا عملية القدرة على الإنفاق فهل الترشيد أصبح قادر أن يوعيهم بأن إذا كان لديك أنت القدرة فما الداعي لأن يكون هذا الرجل أبو العروسة مثقلا ومن ثم يعني تأتي النتائج غير إيجابية خلينا أقول لحضرتك طبعا أن إحنا لما تكلمنا في قضية الإنفاق وقضية الموازنة في عملية الإنفاق خاطبنا الطرفين جميل. سواء كان الزوج أو الزوجة قلنا للزوجة مش لازم تشترط أن أنت تكون شقة بمواصفات معينة وفي مكان فخم جدا وقلنا للزوج نفسه ما تشترطش ان فرش العروسه اللي بتقدمه وبتشارك به يكون في جهازين من نوع واحد او يكون براند معين دكتور في بعض الاحيان ينتقمون من بعض في بعض الاحيان يكون في انتقام في الطلبات والمشكله اذا صار الطلاق فهالموضوع اذا صار بيوصل لمرحله عناد صحيح واذا صار الطلاق دكتور ما يرد الجهاز لها يخليه عنده نعم ومن ثم تكتب القائمة ويأتي يعني الدخول غير صحي في البداية يعني بالضبط لا يا جماعة انتوا لسه بادئين حياتكم ما ينفعش يعني في كتير جدا من بعض الزيجات بتلاحظ حضرتك هو مثلا يتفق بشكل مبدئي جميل. وتيجي يعقد القران وعند عقد القران عايزين نوقع على القائمة يجي مثلا العريس يقول انا مش موقع نعم طب ليه لا احنا ما اتفقناش على كده انت زودت المبنى طيب عشان كده قلنا يا جماعه خلينا في المرحله اتفاقيات كلها في المرحله جميل الاولى جميل عشان خاطر بعد كل اللي اتعمل ده ما نجيش نقول نقف على حاجات اصلا او اقول مثلا لا الثلاجه دي انا كنت شرط ثلاجتين جالي ثلاجه واحده انا مش هكمل الجواز نعم لا هذا لا يليق اصلا بمجتمع عربي اصيل بمجتمع صحيح. مسلم مجتمع عنده قدره من الفهم عنده قيم عظيمه في حياته وفي مجتمعه وبالتالي قلنا ان احنا نظرا لوجود غياب ثقافي فيما يتعلق بالحياه الزوجيه والاسريه وده اللي بيتسبب في مشكلات كتيره جدا بعد الزواج طالبنا ان احنا يكون في دورات للتاهيل المقبلين على الزواج وطبعا الازهر الشريف بيقدم بقطاعاته المختلفه هذه الدورات عشان يساعد الزوج والزوجه ازاي يكونوا اكثر تفاهما في حياتهم الفتره المقبله ازاي يقدروا ينشئوا اسره مستقره وامنه ازاي يقدروا يربوا ابنائهم على القيم والاخلاق الحميده ازاي يقدروا يواجهوا الازمات لما يتعرضوا لازمه هما الاثنين ازاي يكونوا ايد واحده ازاي يقدروا ما يكونش في نوع من التخلي من احد الطرفين بمجرد ما يحصل ازمه في اول حياه الزوجيه لا خلاص احنا منفصل انا مش هقدر اكمل لا دي حياه مترابطه طبعا. احنا شركاء في هذا البيت قررنا ان احنا ننشئ هذا البيت قررنا يبقى اذا لابد ان نستمر عليه سواء كان هناك واجهنا خير ام واجهنا شر ف
فاحنا الاثنين كما يقولون احنا في مركب واحد. نعم. لازم المركب تسير، لازم يبقى في نوع من التوازن. جميل. فعلا دكتور. جميل. يعني دكتور انت كمدير مركز اعلامي كيف يعني تشوف ان الصحافه تفاعلت، وسائل الاعلام يعني تفاعلت في خصوصا في هذه المبادره؟ خلينا نلاحظ طبعا احنا بمجرد ان اعلنا ان احنا هنعقد مؤتمر صحفي اعلان عن مبادره لمواجهه المغالاه في تكاليف الزواج، طبعا فوجئنا ان في قنوات كثيره جدا حضرت، صحفيين كتير حضروا المؤتمر، وبمجرد الاعلان في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل المبادره اكاد اقول ان ما فيش برنامج داخل مصر ويمكن في بعض القنوات العربيه لم يتعرض لهذه المبادره، وكمان انتشارها سريع جدا على السوشيال ميديا، وده خلانا ندرك ان كان ان الاشكاليه بتمس فئات كثيره جدا من المجتمع سواء كان فقير او غني، ولذلك احنا حتى خاطبنا الاغنياء قبل الفقراء، قلنا للغني لو انت عندك القدره والاستطاعه والمؤونه انك تصرف تكاليف عاليه جدا، يعني حاول يكون عندك نوع من الانسانيه وراعي مشاعر غير القادر، حتى يعني عشان ما تضرش مشاعره اولا، وحتى لا تنشر يعني قيم في المجتمع احنا مش محتاجينها. احنا عندنا مجتمع متنوع في حياته الاقتصاديه، في اعرافه، في فخلينا نعمل توازن مع بعض، لان المجتمع بيسير بنا كلنا، المجتمع ما ينفعش يمشي بفئه ويسير فئه تانية، لازم الكل يراعي الاخر حتى تسير الامور بشكل متوازن. ولذلك احنا يمكن استقبلنا كتير جدا من الطلبات لعقد لقاءات صحفيه ولعقد حوارات، واستقبلنا ايضا حتى من الجمهور ردود فعل رائعه جدا على طار الجمهور. نعم دكتور، على طار الجمهور، نحن اول شيء نحن نعم. الاغنياء لابد ان يكونوا مثال يحتذى به طبعا، والحفاظ على النعمه امر مع الله سبحانه وتعالى. نبغي فعلا توضيح صريح عن مدى ردة فعل الجمهور عن مثل عن هذه المبادرة. رد فعل الجمهور انا رئيسه، انا مش هقول مثلا نقيسه على الصفحات الثانية، انا نقيسه على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بنا. نعم جميل. الرسمية للمجمع، وكانت ردود الفعل كلها بنسبة مش عايز اقول مثلا ما يقرب من 95% ردود فعل ايجابية، والكل بيقول يا جماعة المبادرة دي كانت محتاجة من زمان، لان احنا فعلا كلنا بنلاحظ ان الموضوع زاد عن حد بشكل كبير جدا، وان في بعض الناس بتضطر انها تستدين عشان خاطر توفي بهذه التكاليف الباهظة اللي بعضها كتير جدا في غير محله. معلش انا لما اجي اشترط يقول لي لا لازم ستاير تكون محطوطة في الشقة بنوع معين وبراند معين ومن عن شركة معينة، طب ليه يعني؟ والشركة التانية لما حطت لها ستاير مش هتمشي في البيت ولا هتسيب الشقة وتمشي؟ مع أدق التفاصيل. كان رد فعل، يمكن البعض كان تعليقات بقى يعني من النوع الفكاهي للبعض بقى اللي كان بعت لنا شر البليتي ما يضحك، ممكن تنفذوا كل حاجة إلا الفوتو سيشن عشان خاطر ده أكل عيش. طب الله المستعان. أكل عيشكم، لكن ده بيضر بناس تانية برضو. لا أكيد أكيد عليها يعني. أكيد دكتور، يعني في بداية المبادرة ستكون هناك نقاشات كثيرة وسيكون هناك قبول ورفض من الكثيرين، ولكن نحن بدورنا نتمنى لكم التوفيق في هذه المبادرة. الدكتور محمد سيد ورداني مدير المركز الإعلامي في مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا لك.